هذه الجنة زينها الله تعالى لعباده، وإذا أقبلوا إليها وإذا لها ثمانية أبواب، هذا باب الريان يدخل منه الصائمون، وهذا باب يدخل منه أهل الجهاد، وهذا باب يدخل منه أهل البر بالوالدين، وهذا باب يدخل منه أهل القيام وأهل القرآن. لها ثمانية أبواب، بين مصراعي الباب الواحد، بين جهتي حافتي الباب الواحد مسيرة 40 سنة من سعة هذه الأبواب. قال عليه الصلاة والسلام: وليأتين عليه يوم وهو مكتظ. مع سعة الباب الواحد مسيرة 40 سنة، إلا أنه مع ازدحام المؤمنين لدخولها يكون مكتظا بزحامهم. إذا دخلها أهلها قيل لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وأي استقبال أجمل من هذا الاستقبال، ويقال عليهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فيقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده، وعدنا إن صلينا بالجنة فصدقنا، وعدنا إن قمنا إن صمنا إن بررنا إن صبرنا إن غضضنا أبصارنا إن ابتعدنا عن الحرام، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء. فإذا دخلوها قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأعرف في الدنيا بمساكنكم وأزواجكم من أهل الجنة بمساكنهم وأزواجهم. يدخل إلى الجنة وهو يعرف أين موضع بيته، يمشي إلى بيته، كما أنه في الدنيا يعرف موضع بيته فيسير إليه، فكذلك هو إذا دخل الجنة ما يحتاج أن يسأل أين بيتي وأين داري وأين قصري، وإنما هو يعرفه كما يعرفه في الدنيا. كما قال الله تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ثم ينظرون إلى أشجارها: وما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. وينظرون إلى بنائها: وإذا لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وينظرون إلى أشجار عظام: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها لا يقطعها. وفي الجنة خيمة للمؤمن من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا وطولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن في جوانبها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا، لؤلؤة يسكن في لؤلؤة. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا في الجنة سأل الله تعالى الولد، قال: يا رب إني أشتهي الولد، فيأذن الله تعالى له بذلك، فإذا أذن الله تعالى له بهذا كان حمله وولادته وسنه وشبابه في طرفة عين، هذا من نعيمها. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل ربه الزرع: يا ربي أنا أريد أن أزرع، فيقول الله تعالى له: يا ابن آدم ألست فيما تشتهي؟ ألست فيما تشتهي؟ قال: بلى يا ربي، ولكني أحب الزرع. فيأذن الله تعالى له بذلك، فيبادر الطرف نباته واستواؤه واشتداده، فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم. ما يحتاج أن ينتظر كما ينتظر في الدنيا، لا، وإنما خلال وقت يسير وإذا بهذا الزرع مكتمل بين يديه. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بنعيم آخر، فقال: إن الرجل لينظر إلى الطائر يطير في السماء فيشتهي، يشتهي أن يأكله، وإذا هو بين يديه مشويا. ولما قرأ محمد بن المنكدر قول الله تعالى: وذللت قطوفها تذليلا،
قال: إن العبد المؤمن يكون على سريره في الجنة فينظر إلى الثمر فيشتهيه فيمد يده إليها، يمد يده إليها فيدنو ذلك الغصن حتى تقع الثمرة التي يريد في يده فيقبضها، ثم يعود الغصن إلى مكانه وينبت مكانها مثلها. وذلك قول الله تعالى: وذللت قطوفها تذليلا، وهو قول الله تعالى: قطوفها دانية. أهل الجنة يأكلون ويشربون، لكنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون، وإنما أثر ذلك الطعام والشراب رشح، رشح عرق بريح المسك يخرج من أجسادهم. وإذا دخلوا الجنة وتنعموا فيها اشتاق بعضهم إلى أهله وأولاده فيزورهم، ويقول الله تعالى ممتنا عليهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذا كان الأب أو الابن أو الأخ أو الزوجة إذا كان عابدا صالحا وكان في مرتبة عالية، فإن الله تعالى يرفع أهله الذين كانوا في مراتب أدنى منه، يلحقهم الله تعالى به في أعالي الجنان حتى يأنس بذلك أعظم وأعظم. وأهل الجنة يذهبون لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أحب أمته ودعا لهم واشتاق إليهم. قال عليه الصلاة والسلام: يوما وددت لو أني رأيت إخواني، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. فيذهب أهل الجنة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرونه: نراه ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، أحببناه ولم نره في الدنيا فنسأل الله أن نراه في الجنة. نرى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير الذين أحببناهم واقتدينا بهم ونحن لم نرهم، فنسأل الله أن يجمعنا بهم في جنته. ويقول أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وبينما أهل الجنة في الجنة إذ قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يتحدث أهل الجنة بعدما رأوا النعيم المقيم، يقول أحدهم: كان لي صديق في الدنيا، يقول: هل أنت مصدق أن هناك آخرة؟ هل أنت مصدق أن هناك جنة ونار؟ استمتع بما ترى من شهوات، ليس هناك جنة ولا نار، افعل كما نفعل ونم عن صلاتك وقع فيما تريد من الشهوات. كان لي قرين صديق يقول لي هذا الكلام. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني مرجوعون. قال: هل أنتم مطلعون؟ أنت لا تراه في الجنة، إذن هو هناك. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في أصلها، في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين، كدت أن أصدقك وأن تفسدني، أنت صاحب سوء، إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لكنت معك. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ قال الله: إن هذا لهو الفوز العظيم. هذه النجاة من النار هي الفوز العظيم. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقال لهم: يا أهل الجنة خلود فلا موت،
ويقال لأهل النار خلود فلا موت. وأعظم نعيم أهل الجنة نعيم رؤية ربهم سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة بينما هم في الجنة إذ قال الله تعالى لهم: يا أهل الجنة هل أزيدكم؟ إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: يا ربنا فما تعطينا؟ يعني ما تعطينا أكثر ونحن فيما اشتهت أنفسنا؟ فيكشف الحجاب عن وجهه فينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إلى وجه ربهم جل وعلا. وفي الجنة سوق يقبل إليه أهل الجنة، يقبلون وإذا تلال من المسك وتلال من الجوهر وتلال من الياقوت، يجلسون على ما شاءوا منها، وينصب لربنا جل وعلا كرسي، ثم يكون قربهم من ربهم كقربهم من الخطيب في يوم الجمعة، كتقدمهم إلى التقدم في خطبة الجمعة في الحضور المبكر كما في الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: ويدني الله أحدهم فيقول له: يا عبدي أتذكر يوم كذا، يوم فعلت كذا وكذا؟ ويذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول: نعم أذكر يا ربي، أذكر يا ربي. فيقول: وتذكر يوم كذا لما فعلت كذا وكذا؟ قال: نعم يا ربي أذكر يا ربي، أذكر يا ربي، ألم تغفرها لي؟ فيقول الله تعالى: بمغفرتي أدخلتك الجنة. ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب، يقول: يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان؟ فيقول: ربي أما مننت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران. فيقول: مغفرة التي قد جنبتك لظى الجحيم وأدخلتك جنان. ثم تمر بهم في ذلك السوق سحابة فتمطر عليهم ما شاءوا، وتهب عليهم ريح ما شموا أجمل ولا أطيب ولا ألذ ولا أعبق من ريحها. ثم يعودون إلى أهليهم فيقول أهلوهم: والله لقد ازددتم جمالا بعدنا. فيقولون: وما لنا ألا نزداد جمالا وقد لقينا ربنا، وما لنا ألا نزداد جمالا وقد لقينا ربنا. أخيرا أيها المسلمون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني أن الذي يريد أن يعمل للجنة فالعمل إليها يسير. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. أن يصلي ركعتين قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. الذي يحافظ على سنن الرواتب بنى الله له بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات. والقطات نوع من الطير، إذا أراد أن يبيض حفر حفرة يسيرة باض فيها. فمن بنى مسجدا ولو صغيرا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، قال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا خبر الجنة وما أعد الله فيها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم والدينا ووالديكم من أهلها. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.